التدخين يعني كلمة التدخين يعني تشمل العديد من الأمور. يمكن زمان كانت تقتصر فقط على السيجارة اللي بنعرفها التقليدية، ولكن هلأ بتشمل الأرجيلة، بتشمل السيجارة الإلكترونية، بتشمل كل الأنواع اللي عم نشوفها من التدخين. وصار في كتير اختراعات يمكن حتى يحاولوا يعني يقولوا للمدخنين إنه إحنا عم نخفف الأثر السلبي عليكم، ولكن التدخين بحد ذاته له أثاره السلبية. يمكن زاد خاصة بقعدة كتير من الأشخاص بالبيت مع التوتر مع القلق، في ناس كتير فقدت وظيفها، في ناس كتير بتتعرض ل يعني أنواع متعددة من التحديات وبتفكر إنه من خلال التدخين ممكن إنه تسهل حياتها، ولكن أضرار التدخين كتير كبيرة. اليوم رح نعرف تفاصيل كتير من خلال دكتور فارس الصمادي الموجود معنا بالاستوديو. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير دكتور فارس. يعني أنت بتعرف إدمان العصر وهو الإدمان الأكثر انتشاراً، وخصوصا لما ببلش بسن مبكر والمراهقين ببلش بدهم يكتشفوا أنفسهم ويفكروا أنه هذا نوع من أنواع الاستقلالية والتجربة الجديدة. خلينا نحكي عن موضوع التدخين وإدمانه قبل ما نحكي عن آثاره السلبية. أول شيء يعني إحنا بنحكي بالتدخين هو موضوع جدا مهم، رغم أنه الكل بتجاوزه، يعني قد ما بحكي عنه صارت ناس تعمل سكيب على الموضوع. صح صح. ولكن تعتبر الأردن من أعلى الدول عالميا انتشارا في التدخين، وبالنسبة لعدد السكان طبعا. أكثر من 66% من الرجال في الأردن هم مدمنين تدخين بين العمر 18 ل 69 سنة. أي نعم الرجال. و17% من النساء في الأردن مدخنين، أي ما يقارب يعني 42% نسبة من الشعب الأردني مدخنين. كل أنواع التدخين. كل أنواع التدخين. إحنا بنحكي عن السيجارة، الفيب، الأرجيلة. نعم. كل أنواع التدخين. هاي نسبة كثير عالية. طبعاً. وطبعاً هذا الحكي بيأثر على. طبعا هذا الحكي بيأثر على الوضع المادي والاقتصادي والنظام الصحي في الأردن، وبيأثر سلبا على المجتمع بشكل عام. صح. يعني يمكن احنا اليوم نحكي عن حالة ممكن مش الكل يقبل يسمعها، انه انا مدخن طب ايش اعمل، ما انا يعني متعود، او انا مدمن، او انا ايش يعني السيجارة هي اساسي، هي اللي بتعطيني راحة، هي اللي بتطلعني من الضغط النفسي. ولكن اليوم احنا بدنا نحكي عن بعض السبل اللي انت كيف انت شو كمدخن لايش معرض، ولما تبطل تدخين كيف تترك تدخينك. فهاي احد الاسس اللي احنا راح نحكي فيها بطريقه مختلفه اليوم، عشان نقدر نقنع الشخص المدخن انه انت في عندك طرق معينه ممكن تقلع فيها عن التدخين، وبالتالي ترجع بايجابيه للمجتمع ولبيتك ولاسرتك وللناس اللي حواليك. طيب دكتور فارس، قبل ما نمشي معك بالخطوات حتى نقدر نساعد الاشخاص المدخنين انهم يقلعوا عن التدخين، قد ايه ممكن التدخين فعلا يأثر مش بالمجمل هلا على صحتنا؟ بنعرف السرطان الرئة، كل الأمور والقلب، ولكن قد ايه ممكن يأثر كمان في حال احنا عم نواجه جائحة، منواجه يعني، وصارت تطلع بعض الأقاويل اللي بتقول المدخنين لا يصابوا بكورونا. يعني هذه فترة كورونا كان المدخنين انتبهوا لاحظوا اللي بيدخنوا ما لا يصابوا بكورونا. فأدي هذا ممكن طبعا أول شيء أنه خاطئ، وأدي ممكن المدخن كمان يتأثر صحيا بهذا الموضوع. يعني يمكن احنا بهذا الوقت سلاحك هو صحتك، يعني احنا قاعدين بنشوف انت شو جهزت في الايام السابقه قبل ما تطلع الكورونا. صح. كيف كنت تهتم بصحتك وغذائك ومناعتك، انت قدرت تستخدمها اثناء اصابتك بفيروس كورونا. فبالتالي التدخين عالميا ولا في اي طريقه تثبت الا انه بياثر سلبي على جهاز المناعه وعلى اجهزه الجسم بشكل عام، وبيؤدي لامراض مزمنه. فبالتالي انت بتعاني من نقص في المناعه وبتعاني من امراض مزمنه في حال اصابتك بفيروس كورونا. انت عندك قصور في الرئه، عندك مشكله في الرئه، انت الرئه تاعتك ما بتشتغل بالكفاءه الكامله، فبالتالي انت معرض اثناء الاصابه بفيروس كورونا. طلعت كثير دراسات بتحكي المدخن اقل عرضه، المدخن ما بنصاب باعراض شديده، المدخن ما بنصاب، هو المدخن عرضه للاصابه بفيروس كورونا، واذا انصاب هو من يعتبر من الحالات اللي بنكون متوقعين ككوادر طبيه انه ريسكها عالي، مضاعفاتها عاليه. نعم. فبحاله الاصابه بين مدخن غير مدخن هي حالة متفاوتة بين مريض والآخر، ولكن في النهاية هو التدخين يؤثر سلبيا على الجسم وعلى مناعة الجسم، مما يؤدي إلى إصابة شديدة في فيروس هذا مما لا شك. هذا يعني الإشي اللي احنا لازم نحكي فيه. نعم. فصحتك احنا بحاجتها في الوقت الحالي أثناء إصابتك بفيروس كورونا أو في حالة جائحة اللي انت أكبر عرضا، شايفين أعراض، يمكن الأعداد موجودة بشكل مخيف. صح. كل بيت صار فيه
في صح. إصابة. هذا الحكي بيعني أنه أنت لازم تكون جاهز دائما بصحة وبقدرة وبغذاء وبكل شيء، في حال أنا انصبت أكون جاهز. نظام المناعي عندي كثير قوي يقاوم هذا الفيروس. إحنا دائما بنقول دكتور جملة كثير حلوة، أنه الصحة هي تاج على رأس الناس اللي ما عندهم إصابات أو مش المريضين، ما بيشوفها إلا الشخص المريض. فالإنسان مش كثير عم بيشوف هاي النعمة أنها كثير مهمة ولازم يستثمر فيها. والغريب بموضوع التدخين أنه الإنسان اليوم بالوضع الاقتصادي مستعد أنه ما يأكل ما يشرب عشان يجيب كتين دخان مثلا، بقول لك لا، الأولوية أنه يكون أنا عندي دخان، بأمن دخانه بعدين بنتقل للأشياء الثانية اللي بعتبرها مشكلة أساسية. يعني إذا بدنا نحكي عن الأمراض المتعلقة اليوم بالتدخين، خلينا نحكي بعض الأمراض الناتجة والمتعلقة من التدخين. يعني احنا اذا بدنا نحكي شغله قبل ما ندخل بالامراض المتعلقه، معظم الناس بتفكر التدخين هو عاده، ولكن هو حاله مرضيه ادمان، حاله مرضيه عضويه من الادمان، ويعتبر يعني بيجي بالمرتبه الثالثه بعد الهيروين والكوكايين، وبالمرتبه تفوق على الحشيش والكحول التدخين. فهو مش بحاجه لرغبه عشان انا اقلع عن التدخين، انت بحاجه لعلاج، والعلاج هذا بيتطلب الاثار السلبيه للانسحاب التدخين منك. فيعني في دراسه عملوها في الاردن لقوا انه اكثر من ثلثين المدخنين عندهم استعداد يقلعوا عن التدخين، يعني هم هو حاب ولكن مش قادر، او بقلع مثلا يومين تلاقي عمرك ما قعدت مع مدخن الا تلاقي يقول لك تركته، بعد يومين بقول لك انا رجعت له. ما قدر للحاله لاعراض الانسحاب النيكوتين او التبغ من الجسم، لانه انت بحاجه لمركز متخصص وعلاج متخصص. هو فعلا ادمان، زي ما بتعالج مدمن الهيروين كوكايين، هو معالج للمدخن. فبالتالي اذا كنت انت شخص يعني عندك القدره انه انا والله عندي اراده بدي اترك تدخين، انت بحاجه مسانده. ومن هون اجت اللي هي وزارة الصحة ومركز حسين للسرطان، لما انشأوا اكثر من مركز في اكثر من محافظة للمساعدة للإقلاع على التدخين. فاللي كنت بدي انبه له انه انت ما بتحكي انه انا بدي اترك التدخين لحالي بيوم وليلة، ما راح تقدر، لانه الاعراض اللي هي دائما بس حس بالتوتر المدخن بلجأ للسيجارة على طول، بلجأ للسيجارة، بحس انه انا هاي السيجارة هي اللي قدرت، وعلميا فعليا هو بيساعد على افراز المستقبلات، النيكوتين في الجسم بتساعد على افراز مادة الدوبامين اللي بتحسك بالشعور بالنشوة وبالراحة. فانت بتحس انه انا وصلت للبدي اياه. عشان هيك دائما بنحكي في سبل معينة للإقلاع عن التدخين، عشان تقدر علميا، عشان تقدر نساعدك انك تترك التدخين. تمام. هلا الامراض اذا بتحب دكتور فارس نعرج عليها سريعا وندخل بالمراحل الخاصة اللي ممكن نحكيها للاشخاص اللي عم بحاولوا او بفكروا. يعني انا يمكن بقول اول خطوة هي انك تعرف انك انت عم تعمل شيء غلط بصحتك وبعافيتك. صحيح. يعني وبعدين بتيجي بقية الامور. صحيح. فاكيد رح نعرف اكثر من خلالك. يعني التدخين هو سبب، احنا دائما بس ندرس في الطب او اي واحد بدرس في كلية الطب اول كلمة بلاقيها سموكينج، دائما بكل مرض ريسك فاكتور، الاعراض الاشياء اللي بتؤدي للاصابه بهذا او بتؤدي للتفاقم الحاله هي التدخين. يا الله، التدخين. معظم الامراض دائما بس ندرس، يعني دائما بس تلاقي حتى لما نتعود نجاوب بالاسئله الامتحانات تلاقي كلمه سموكينج بتحطها، لانه يعني خلص هاي اساسي موجوده في الاعراض اللي موجوده. فبتؤدي لامراض القلب والشرايين، تؤدي لسرطانات الرئه، القولون، سرطان المعده، سرطانات الرأس والعنق، فبتؤدي لمشاكل كثير بالجسم، تؤدي لتقليل الخصوبة ومشاكل تشوه في الأجنة. يعني مشاكل بتؤدي إلها التدخين، مشاكل كثير كبيرة. ومعظم الأمراض الضغط والسكري وأمراض القلب يعني هي سبب في رئيسي في معظم الأمراض المزمنة ممكن ينصاب فيها الشخص. بدي أعرج على شغلة قبل ما أنسى، اللي هي التدخين السلبي. طبعا الناس يعني اللي حوالينا، يعني انت في بالاردن تقريبا 80% بدراسات عملوها بالتعاون مع وزاره الصحه، اكثر من 80% من الشعب الاردني معرض للتدخين السلبي. طبعا التدخين السلبي له اضرار كثير كبيره وخاصه على اطفالنا. دائما الاطفال بنشوف انه احنا خلص دخلنا بالمكان ورحنا، المكان نفسه بيحمل هاي المواد اللي هي السامه اللي ممكن تنتقل للاطفال، بتاثر بالتالي على ذكائهم، بتاثر على عطائهم في التحصيل العلمي والذكاء، ولكن كمان برضو بتأثر على مستقبلات النيكوتين في الجسم عند الطفل.
فالطفل بيأدي غير تحصيله العلمي وذكائه على كبر بيكون معرض للإصابة، معرض لأنه يكون مدمن على تدخين. فهو بعد فترة أنت أديت فيه لحالة من شخص ممكن تكون مرضية أو سامة بالنسبة له، هو طفل لا برضه مدمن تدخين وهو كبير، وأنت السبب، أنت اللي أعطيت التدخين مجال عند هذا الطفل. صح. فالتدخين السلبي جدا جدا مهم. دكتور، تدخين الحوامل هل يعتبر هم من التدخين السلبي ولا كمان أسوأ؟ لا، كحامل مدخنة طبعا تدخين. نعم. تدخين سلبي جدا، يعني بيأثر على الجنين، بيعمل تشوهات، بيعمل ولادة مبكرة، بيعمل يعني بيعمل يعني مشاكل كثير داخل 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 الطفل والأم. نعم. فإحنا بنحكي دائما التدخين السلبي يعني هو سبب رئيسي، يعني أي لما إحنا بنعتبر في دراسة إنه كل 4 سجائر بتدخنها بمكان مغلق الشخص اللي معاه قاعد كأنه دخن سيجارة، فهو مدخن. طب والأعراض الجانبية له الإصابة بالأمراض فوق 30% والسرطانات. طب دكتور فارس، قديش مدى أيضا كنداء يمكن من عنا ومن خلالك، قدي ممكن كمان يساعد القانون موجود ولكن تطبيق القانون هو اللي مرات كتير بنلاقي فيه يمكن بعض العيوب. عم نشوف أوقات كتير بالكوفي شوبس، يمكن هلأ عشان جائحة كورونا، ولكن عم نحكي إحنا بشكل عام، إنه في كتير تحت السن القانوني. صحيح. وبيعطوهم أراجيل، وكمان تحت السن القانوني في كتير من السوبر ماركتس اللي بتبيع دخان، وأيضا كمان بتعطي دخان للأشخاص الأولاد أو البنات اللي تحت السن القانوني. قدي هذا ممكن إنه كمان لو تطبق بطريقة صحيحة ممكن إنه يساهم ويساعد بالتقليل؟ يعني احنا بنتمنى إنه الناس تكون عندها وعي كافي، يعني أنت ما يكون الربح البسيط تاعك تكون سبب لا 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 إصابة طفل أو إصابة شخص بالأمراض المزمنة اللي أنت ما بتعرف البعد تاع الإصابة تاعتها. عشان هيك إحنا بنطلب من أي حدا إنه يعني دائما يكون في مخافة ربنا، وأنت تقدر تأخذ خطوة إنه أنت تحد من هذا الإشي. ولكن يعني بالنهاية يعني أنت لازم تكون صاحب إرادة، وأنت لازم، أنا بحكي دائما الأساس البيت، فأنت بالبيت لازم تكون مراقب على أبنائك وقادر تعمل توعية كويسة وتقدر توصل لمرحلة إنه هو ما يلجأ لهذا الإشي. وزارة الصحة أصلاً هي وبالتعاون مع الدوائر الحكومية هم أصلاً ممنوع عندنا في الأردن التدخين داخل أماكن مغلقة، يعني غير الكوفي شوب والأشياء اللي هي ممكن تكون مفتوحة ولكن هي ممنوع منعًا باتًا. ودائماً بطلبوا عن تبليغات إنه يعني ساعدنا، بلغ عن حدا بيدخن في أماكن مغلقة عشان نقدر نأخذ معه الإجراء السليم. صح. والله يا دكتور إذا على هيك يعني سلامة سلمك، يعني بضلش ولا حدا بالمحلات، بتلاقي المحلات فاضية لأنه أغلب الناس بصراحة مدخنين. هذا الموضوع يطول الحديث فيه يا دكتور، ويمكن لازم دائما نسلط الضوء عليه، لازم ننصح الناس اللي حوالينا، ننصح أنفسنا، ويمكن من المحرمات لأنه هو كمان مهلك للنفس. بدنا نشكرك على هذا اللقاء، على هاي المعلومات. وبدنا نحكي لها بما أنه كانت قبل شوي معنا أخصائية بتحكي ما قبل الزفاف، على فكرة بيعمل مشاكل، فيعني من هلأ المقبلين على الزواج اقلعوا عن التدخين.